على آرائك. فطاعة الزوجة لزوجها وخدمته برضا لطيب نفس منها تذكرة إلى الجنة، فإنما هو جنتك ونارك. نفقتك على زوجتك والإحسان إليها وقيامك بمسؤولية بيتك وتربية أولادك طريق ينتهي بك إلى الجنة، وخياركم خياركم لنسائهم كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأزواج والزوجات، حثوا الخطى ولا تتوالوا، فخطواتكم إلى الجنة تنطلق من هنا، من تلك السجادة التي جمعت بينكم في ركعتين في ظلام الليل، ومن تلك التمرة التي اقتسمتموها عند إفطاركم من صيام ذلك اليوم، ومن تلك الدعوات التي لهجتم بها في ساعة الإجابة، وتلك التلاوة التي اجتمعتم عليها لحظة صفا. أيها الأزواج والزوجات، أبواب الجنة مشرعة بين أيديكم، فاجعلوا من عقد زواجكم وعلاقتكم الطيبة وقيامكم بواجباتكم مشروعا للآخرة وتذكرة سفر إلى جنات النعيم. وفي محكم التنزيل، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أسعدكم الباري. همسات زوجية، الأستاذ محمد بن ضيف الله القلبي. اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.